من يتفضل مشكورا الى المنصة. ست سنين من التعب والتهجير والقصف، لحقنا الجامعة لآخر نفس، والحمد لله الحمد لله اليوم تكللت الجهود وتخرجنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قدرنا نتجاوز الصعوبات والامتحانات كلها بتفوق ونجاح الحمد لله. بهدي نجاحي لأهلي ولضيعتي كفر زيتها ولكل الموجودين هون لكل سوريا الحرة. يوم تخريج الدفعة الأولى يلي درسوا عندنا من سنة أولى حتى الأخيرة. الدكتورة قصي أحمد رشواني 114 طبيب طالب وطالبة أنهوا دراستهم بفحوصاتهم بنفس المنهج التي كنا ندرسه في جامعاتنا في دمشق وحلب. حقيقة نعيش اليوم فرحة من أفراح جامعة حلب وعرس من أعراسها بتخريج أول دفعة بكلية الطب البشري 114 طبيب وطبيبة بدأوا معنا في عام 2015 وتخرجوا 2021. وندعوكم أيضا بعد أيام لحفل تخريج عام لكل كليات ومعاهد الجامعة حوالي 610 خريجين. وحدث تاريخي لتخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة كأطباء وصيادلة وأطباء للأسنان، يعني يكونون عونا لقطاع الصحة. تعب وسهر، رب العالمين أكرمني وحققت حلمي وساعدت أبوي وأمي وزوجتي وأولادي، كانوا سند إلي وبهديهم فرحتي، والحمد لله رب العالمين شعور لا يوصف يعني.